حبايبي مرحبا، نواصل حديثنا عن المطعم الصيني وهالمرة عن متلازمة المطعم الصيني. العلاقة بين المرض والمطعم الصيني مو جديدة، يعني شوف سنة 1968 أكو دكتور اسمه روبرت هومان كوك كتب رسالة إلى مجلة طبية يوصف بها بعض الأعراض اللي نشأت بعد تناول طعام صيني. من ذيك الفترة بدأ ينتشر تعبير يسموه متلازمة المطعم الصيني. سنة 1993 هذا المصطلح دخل إلى قاموس ويبستر. هذا النوع من الحكايات دفع إلى عنصرية جديدة ضد الصينيين والمطعم الصيني. هذا ما يمنع طبعا أن الطعام الصيني كان موضوع سخرية خاصة بأمريكا من القرن 19. ماكو أي دليل على أن المطعم الصيني ممكن يسبب هذه الأعراض اللي هي التعرق، الغثيان، الصداع، الخفقان إلى آخره. لما كان بعض الصينيين يهاجرون إلى أمريكا ويحاولون أن يستخدمون طرقهم الخاصة بالطعام، بدأ موضوع متلازمة المطعم الصيني مزحة. أكو صحفي استقصائي اسمه مايكل بليندينج كتب أنه دكتور هومان كوك وقع على رسالة نشرتها مجلة نيو إنجلاند الطبية يقول أنه هذا الاسم هو مستعار، استعمل جراح العظام هوارد ستيل اللي اعترف أنه الرسالة كانت مجرد خدعة كتبها من أجل الرهان، بعد أن أزعج طبيب آخر بالسخرية من درجة العلمية على أساس أنه ما كتب أي بحث مهم في مجلة علمية محكمة وراهنوه $10 على أن ينجح في نشر بحث. أخصائي العظام هذا كتب رسالته مستوحيا القصة من مأدبة أعشاب مطعم صيني كان خلالها يشرب خمر ويفرط بتناول الطعام، واختار اسم مزيف من خلال لعب بالكلمات وأرسلها وفاز بالرهان، لكن ما كان مستعد لتحمل عواقب فعلته. بعد ذلك اتصل على الفور بمحرر المجلة حتى يقول له أنه لا يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، لكن المحرر ما اتخذ أي إجراء. بل أثناء بلة المجلة تتلقى رسائل أخرى عن متلازمة المطعم الصيني، ويبدو أن البعض فهموا هاي المزحة وكأنه يلعبون لعبة. بالنهاية أخبار المتلازمة هذه وصلت إلى وسائل الإعلام، بلت كل الصحف والمجلات والجهات الإعلامية تتناول مصطلح متلازمة المطعم الصيني، يعني فقدت روح الدعابة اللي بدت بيها، صارت جديات. وفقا للعلم هذا المرض موجود أصلا. مرة واحد تعرض إلى تدهور وضعه الصحي بعد ما أكل طعام صيني في مطعم صيني وأخذه للمستشفى، وبالمستشفى أعلنوا عن الاكتشاف الرهيب. سبب هذه الاضطرابات هو جسم غريب انتهى بالمطاف بمعدة هذا الرجل، وهي رقاقة كلاب. والطريقة الوحيدة اللي ممكن أن هذه الرقاقة تدخل إلى معدة هذا الرجل أو هذا الشخص اللحوم المقدمة من قبل هذا المطعم الصيني. أعزائي نلتقيكم تناول آخر لموضوع آخر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.